على الهبه اللي عطانا لانه باش تكون عندك اكاديميه وتوفق بين الدراسه والرياضه فشيء صعيب في ظل الامور اللي كنشوفوا حاليا. يعني الاكاديميه شويه بعيده على اللاعبين، فكما قلت لك يعني فريق الرجاء البيضاوي ونجح على جميع المستويات هذه السنه، احتفت لي جون يعني ابناء الاكاديميه انه الاغلبيه فيهم نجحوا هذه السنه على في الدراسه، وحتى في الكوره يعني نتائج مزيانه، لا خوف على الرجاء في المستقبل. الهدف ديالنا من هذه الاكاديميه هي اعطاء لاعبين على اعلى مستوى ان شاء الله باش نشوفهم في الفريق الاول، ولما لا في المنتخبات الوطنيه من ايفان اي 18 اي 17. ففريق الرجاء يعني هذه مده ما شفناش لاعبين في المنتخبات، لكن هذه السنه الحمد لله يعني شفنا بعض اللاعبين، لكن في المستقبل يجب الاشتغال على اعطاء لاعبين اللي قادرين انهم يحملوا قميص الوطني المنتخب المغربي وكذلك نادي الرجاء الرياضي على مستوى الكبار.